أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي ميسات نيوز في الجولة الإخبارية اليومية. نبدأ بأبرز العناوين. قداسة البابا تودروث الثاني يرأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة عذراء الزيتون بفيينا. الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة. إخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي وتأجيل القضية إلى 6 يوليو المقبل. أهلا بكم من جديد، ونبدأ بمجموعة من أخبار الكنيسة. حيث رأس قداسة البابا تودروث الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة عذراء الزيتون بفيينا بالنمسا، واشترك مع قداسته في الصلاة نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا ونيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية. وقام قداسة البابا تودروث بصيامة الأرشدياكون ميشيل كاهنا على إبرشية النمسا باسم القس أنطونيوس. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، والتي أقيمت بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وذلك بحضور لفيف من كبار رجال السياسة والإعلام والفن وممثلي وزارة الدفاع. يا ذراع الرب الأبدية اتمد لمصر، أعديها جهل قدرية في صراع الدهر. في هذا اليوم الذي ننتظره من السنة إلى السنة، يوم الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر باسم قداسة سيدي البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي كان يود بنفسه أن يكون موجوداً في وسطنا في هذا الاحتفال لولا تواجده مع أبنائه بالنمسا وأوروبا، ليفتقد المنطقة بالكامل هناك. وهو في النمسا قال لي أنه سيحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وسط كل الأقباط وكل الموجودين بالخارج، وسيقوم بهذه المناسبة بصيامة كاهن جديد اليوم في هذا اليوم بالنمسا. تباركت مصر القديمة بسكن العائلة في هذا المكان وبالشرب من هذه المياه. هذه الكنيسة تسمى كنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخوس الشهيرة بأبو سرجة. بنيجي وبيجي كل سكان العالم ليتباركوا من المغارة ومن المكان الذي وطئت فيه أقدام السيد المسيح والعائلة المقدسة في هذا المكان. بالنسبة للديانة المسيحية، يمكن هي البلد التي اختيرت أن تهاجر إليها الأسرة المقدسة، سيدنا عيسى والسيدة مريم والصحبة التي كانت معه.
بالنسبة لنا كمسلمين يمكن مصر هي ذكرت في القرآن، وإحنا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبذكر اسم مصر، جزء من عبادتنا إن إحنا بنذكر اسم مصر في القرآن الكريم. هذه اللحظة الحقيقة وهذا المكان الذي يعني يغط ومملوء بالكنائس، أنا عارف إن هنا في يمكن حوالي 10 كنائس أو يمكن قرابة هذا الرقم، وفي كنيسة يهودي وفي مسجد عمرو بن العاص، الحقيقة هي ثروة قومية لبلدنا، ولابد أن تستثمر الاستثمار الجيد. مجرد وجودنا هنا النهاردة في هذا الاحتفال بالعائلة المقدسة الحقيقة رسالة طيبة لينا جميعا في الداخل والخارج. من أجل إحياء هذه الذكرى العطرة في تاريخ مصر كلها وليس في تاريخ الكنيسة القبطية فقط، وهي ذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر. لم تزر العائلة المقدسة إلا مصر في العالم كله، يعني هي ابتدت في فلسطين وجات زارت مصر وما زارتش أي مكان تاني في العالم غير مصر. مصر قبلت العائلة المقدسة ورعتها أحسن رعاية، 4 سنين إلا شهرين بتشرب من مية النيل وبتعيش معانا في هذه البلاد الأصيلة العريقة ذات الحضارة المتأصلة، حضارة 7000 سنة. الحمد لله الذي جعلنا نلتقي في هذا اليوم وجعلنا نحتفل بهذه الذكرى المقدسة والعزيزة إلى قلوبنا جميعا مسلمين ومسيحيين. يا زراع الرب الأبدية اتمد لمصر. وننتقل من الأخبار الكنسية إلى الأوضاع السياسية، حيث اختتمت لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة أثار سد النهضة الإثيوبي والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين، اختتمت جولتها 6ª والأخيرة من الاجتماعات بأديس أبابا بإصدار تقريرها النهائي حول تقييم أثار سد النهضة الإثيوبي على الدول الثلاث. من جانبه أكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس أن وفد الخبراء المصري الذي شارك في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة أثار سد النهضة الإثيوبي قد أدى مهمة وطنية بقدر عالي، وأشار إدريس إلى أن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها المائي ومصالح شعبها، وأن موقف مصر في الحفاظ على مصالحها المائية قوي قبل وبعد عمل هذه اللجنة. عقد نواب التيار المدني بمجلس الشورى مؤتمرا صحفيا اليوم بمجلس الشورى بشأن أزمة سد النهضة وتداعيات تحويل مجرى النهر، ودعا أعضاء التيار المدني إلى عقد جلسة طارئة في 10 يونيو الحالي من أجل مناقشة أزمة السد الإثيوبي، مطالبين بحضور الرئيس محمد مرسي لتلك الجلسة المهمة على حد وصفهم. إيضاح الحقائق، الحديث حول هذا الموضوع، نحن ليس لدينا موقف تجاه مسألة التنمية في أثيوبيا، بل بالعكس نحن نعزز مسألة التنمية في أفريقيا والتنمية في أثيوبيا، ولكن لا يجب أن تكون على حساب بقية دول حوض النيل وبالأخص مصر والسودان التي تشكل الرحلة النهائية في مجرى النهر. الأمر الثالث، نحن نطالب الحكومة بأن تخاطب الدول المانحة والهيئات الدولية المانحة، أولا إيضاحا للحقائق، ثانيا للبحث في التأثيرات السلبية المترتبة على مصر. الأمر الثالث أن تبرز أن مثل هذه القضية هي مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر. أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها اليوم نظر قضية مقتل خالد سعيد بعد إعادتها من محكمة النقض إلى جلسة 6 يوليو المقبل، وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين نظرا لقضائهم فترة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت 35 شهرا. وفي السياق نفسه نظم العشرات من القوى الثورية والنشطاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية بعد إخلاء سبيل المتهمين، وكانت قد نشرت قوات الأمن أفرادا تابعين لقطاع الأمن المركزي لتأمين مقر المحكمة.
قررت محكمة جنايات بنها تأجيل محاكمة 33 متهما في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في قرية الخصوص بمحافظة القليوبية، والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، إلى جلسة 6 يوليو المقبل. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم بمعرفة المحكمة ودفاع المتهمين. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات، في مقدمتها القتل العمد واستعمال العنف وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وازدراء الأديان والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 8 من أعضاء بلاك بلوك، وذلك بعد تقدم أهليهم بطلب لأداء الامتحانات. ومن جانب آخر، تظاهر المئات من أنصار وأهالي 8 من أعضاء بلاك بلوك المحبوسين للتضامن معهم والمطالبة بإخلاء سبيلهم. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة تهدف إلى إحداث التخريب في البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور والاعتداء على المنشآت العامة، كما تهدف إلى ارتكاب جرائم الشروع في القتل من خلال المشاركة في الأحداث التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر التيكاد يوفر الأرضية المناسبة لمزيد من الشراكة والتعاون بين الدول الأفريقية واليابان لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي بأفريقيا والتغلب على مشاكل التجارة الدولية. وقال رئيس الوزراء في كلمته اليوم بمؤتمر التيكاد للتنمية الأفريقية المنعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية إن مصر واليابان تعاون منذ 80s بمشروعات التعاون لخدمة أهداف التنمية بالقارة السمراء، بما يمثل الاستغلال الأمثل للمساعدات اليابانية لأفريقيا عن طريق مصر. وأشار قنديل إلى أن حجم التجارة بين اليابان وأفريقيا بلغ 34 مليار دولار سنوياً، كما بلغ حجم الاستثمارات اليابانية في أفريقيا 6 مليارات دولار. وهناك أيضا وفد من شركات السياحة اليابانية إن شاء الله يصل إلى مصر بنهاية شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو للتعرف على يعني الظروف السياحية والأمنية في مصر. اليابان يعني بيخرج منها كل سنة 20 مليون سائح، 20 مليون سائح. يعني فترة الذروة في 2010 كان بيجي مصر منها بس 120 ألف، السنة اللي فاتت كان حوالي 39 ألف، السنة دي حتى الآن 20 ألف. بنتعشم إن احنا نزيد هذا العدد يعني لدرجة كبيرة. وعلى هامش مشاركته بمؤتمر التيكاد للتنمية الأفريقية، التقى رئيس الوزراء هشام قنديل بأنطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأكد قنديل أنه يتم معاملة اللاجئين السوريين بمصر كإخوة وليس كلاجئين، مشددا على حرص مصر على التخفيف من معاناتهم. كما التقى قنديل مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كيمون، حيث تم بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية في مقدمتها الأزمة السورية والوعود المبذولة لحلها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر جنيف الثاني. وإلى تطورات الأوضاع في أزمة سوريا، حيث قال المركز الإعلامي السوري إن إدارة الحرب الكيميائية التابعة للجيش السوري تقوم بتوزيع أقنعة واقية من الغازات السامة على الجنود بالغوطة الشرقية وحرستا ودوما وعين ترمة. وقام الطيران الحربي اليوم بقصف مدينة عربين بريف دمشق، فيما سيطر الجيش الحر على مبان كانت تتمركز بها قوات النظام على أطراف المدينة نفسها. ميدانيا، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 25 شخصا بنيران القوات النظامية اليوم، معظمهم بحمص. وفي تركيا، تجددت الاشتباكات لليوم الثاني بين قوات الأمن ومتظاهرين في اسطنبول، مما أسفر عنه إصابة 12 شخصا، فيما اعتقل 81 آخرين في الاحتجاجات. وأطلقت قوات الشرطة الغازات المسيلة الدموع وخراطيم المياه على متظاهرين تجمعوا في ميدان تكسيم وسط اسطنبول احتجاجا على هدم الحديقة العامة وسط الميدان.
من جانبه ندد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالاحتجاجات التي شهدتها اسطنبول، واصفا هذه الاحتجاجات بأنها أزمة مفتعلة ولا مبرر لها. هذه المؤامرات نعرفها ومرت علينا سابقا. كل مواطن في تركيا يملك الحق في التظاهر والتعبير عن رأيه ضمن حدود الديمقراطية، لكننا لن نسمح بالاعتصامات غير القانونية وتخريب المحال التجارية. ما يحدث في الحديقة ليس له علاقة بمشروع بناء المركز الثقافي، ولسنا أول من يقوم بمشروعات في هذا المكان. ما حدث هو نقل بعض الأشجار من أجل توسعة ممر المشاة هناك، ليس أكثر. ومشروع المركز الثقافي لم يبدأ بعد، ولكننا سننشئه حتما. ما يحدث في غازي بارك هو أمر إيديولوجي وليس من أجل الحديقة. وإلى باكستان، حيث قتل 23 من عناصر الجماعات المتشددة في اشتباكات دارت بمنطقة كورام القبلية بشمال غربي باكستان، فضلا عن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين. وقامت قوات الأمن بقصف مواقع المتشددين، مما أسفر عن مقتل 23 منهم، فضلا عن تدمير عدد من مخابئهم في المنطقة التي شهدت عمليات عسكرية منذ 3 أسابيع. وتعد منطقة كوكورام القريبة من الحدود بين باكستان وأفغانستان واحدة من 7 مناطق قبلية خاضعة للإدارة الاتحادية بباكستان، ويتخذ فيها متشددون تربطهم صلات بحركة طالبان وتنظيم القاعدة، معاقلا لهم يستخدمونها للتخطيط لشن هجمات على أهداف باكستانية وأفغانية. وإلى أخبار الرياضة، حيث فاز الأهلي على مضيفه المريخ السوداني بهدفين نظيفين وديا، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بالخرطوم في إطار حفل تكريم جمال الوالي رئيس المريخ السابق. وسيطر المريخ على الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة، ولم يظهر مهاجم الأهلي إلا بعد مرور نصف ساعة من خلال تسديدة أحمد شكري التي تصدى لها الهادي. أما ثنائية الأهلي فقد سجلها السيد حمدي ودومينيك في الشوط الثاني، وشهد اللقاء مشاركة معظم أفراد بعثة الأحمر. في سياق متصل، تصل بعثة الأهلي القاهرة مساء اليوم برئاسة خالد الدرندلي عقب مشاركتها في المهرجان. ويختتم اليوم فريق إنبي تدريباته على ملعب بتروسبورت، وذلك استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي غدا في دور 16 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي. يؤدي الفريق البترولي مرانا خفيفا على ملعب المباراة، يركز خلالها المدير الفني على طريقة اللعب والتي ستختلف عن مباراة الذهاب من حيث الأداء الخططي وتشكيل اللاعبين الذين سيبدأ بهم اللقاء لتعويض فارق الهدفين اللذين انتهت بهما نتيجة مباراة الذهاب. في المقابل، يختتم الفريق الإثيوبي تدريبه اليوم على ملعب بتروسبورت الرئيسي وسط حالة من الثقة والتفاؤل بين اللاعبين بتخطي عقبة إنبي ساعيا إلى تأمين دفاعاته. وعالميا، يحلم فريق بايرن ميونخ بدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك بحصد الثلاثية عندما يلتقي في 8 مساء اليوم مع شتوتغارت، وذلك بالملعب الأولمبي ببرلين في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا. يدخل الفريق البفاري الذي توج بطلا للكأس 15 مرة المباراة وسط معنويات عالية، وذلك بعدما توج السبت الماضي بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه بروسيا دورتموند بفوزه في المباراة النهائية. في المقابل، من المتوقع أن يلعب شتوتغارت المتوج بالكأس للمرة الأخيرة عام 1997 بصفوفه المكتملة، كما تشهد المباراة مراسم وداع مدرب بايرن ميونخ القدير يوب هاينكس الذي سيترك مكانه للإسباني جوزيب غوارديولا. ونختتم جولتنا الإخبارية مع حضراتكم بنشرتنا الجوية، ونستعرض من خلالها أحوال الطقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، حيث تعاود درجات الحرارة ارتفاعها ليسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد.
وتظهر السحب المتوسطة والعالية شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من غرب البلاد مثيرة الرمال والأتربة وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. ونختتم معكم بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا على مختلف أنحاء البلاد. في القاهرة الصغرى 22، العظمى 43، وادي النطرون 20-43، الإسكندرية 21-38، مطروح 21-34، طنطا 24-42، المنصورة 20-44، دمياط 23-34، بورسعيد 23-35، الإسماعيلية 21-43، السويس 22-44، سانت كاترين 17-34، شرم الشيخ 28-44، الغردقة 26-43، المنيا 26-46، أسيوط 27-47، سوهاج 28-46، قنا 26-46، الأقصر 28-47، وفي أسوان الصغرى 30، العظمى 47. إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نلقاكم بكل خير. هذا البرنامج برعاية